بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، اليوم سنتأمل هذه الأفعى المجلجلة التي تصدر صوتا غريبا جدا من خلال هز ذنبها بعشرات الذبذبات في الثانية الواحدة، فتصدر هذا الصوت الغريب. طبعا هذا سلاح جهزها الله به لتدافع عن نفسها، لأن هذا الصوت الحقيقة صوت غريب في الطبيعة يخيف الأعداء، فهي تحمي نفسها من خلال هذا الصوت. هنا أيها الأحبة، العلماء احتاروا بهذا الإبداع الإلهي، يعني كيف تتمكن هذه الأفعى من إصدار هذا الصوت، ويمكن أن يستمر لعدة ساعات هذا الصوت، سبحان الله، يخيف الأعداء. السر أيها الأحبة يكمن في داخل هذا الذيل القصير، يكمن في داخل هذا الذيل. الحقيقة أحبتي في الله، بعد تجارب طويلة ودراسات تبين أن هذا الذيل الذي يهتز بهذه الحركة فيه مادة تشبه الأظافر، يتألف من مادة أو يتركب من مادة تشبه الأظافر. طبعا كان العلماء يظنون أن في داخله حبيبات صغيرة تشبه ألعاب الأطفال، هذه التي يقرقعون بها تصدر أصوات قرقعة، ولكن تبين أنها فارغة، هي مجرد تركيبة إبداعية إلهية تشهد بعظمة الخالق عز وجل. انظر أخي الحبيب، هذه هي مادة الأظافر ذاتها تتركب بهذه الانحناءات العجيبة، تتداخل ببعضها هكذا، فعندما تنحني يضرب بعضها بعضا. هذه الطرقات تصدر هذه الأصوات المخيفة بالنسبة لأعدائها. انظر أخي الحبيب إلى هذا التركيب الإبداعي، سبحان الله. يعني أنا أود أن أتساءل قبل أن أكمل هذا الفيديو أحبتي في الله. يقولون إن الطبيعة هي التي أعطت هذا التصميم لها لحمايتها من المفترسين. طيب بالله عليكم، من هي الطبيعة؟ أنا حتى الآن لم أفهم أين هي الطبيعة. يعني هل هي كائن؟ هل هي إله؟ هل هي مثلا كائن حي؟ ما هي الطبيعة؟ لا أدري. ثم هذه الانحناءات هنا تخضع لمعادلات رقمية أيها الأحبة، هذه ليست عشوائية، لأنها لو كانت عشوائية لن تتمكن من إصدار هذا الصوت أبدا. فهذه المنحنيات مدروسة تماما، يعني هذا التصميم مدروس. انظر هذه التداخلات وهذه التعرجات وهذه الانحناءات التي تضمن تداخل هذه العظام ببعضها واحتكاكها بطريقة بحيث أنها لا تدمر بعضها أو لا يفني بعضها بعضا. سبحان الله، يعني يقولون هذا جاء بالمصادفة هكذا. انظروا أحبتي في الله كيف أن يعني هذه يعني شكل غريب جدا. طبعا هذا مقطع طولي في ذيل هذه الأفعى المجلجلة، انظروا كيف تتداخل مع بعضها، وعند اهتزازها هكذا يمكن أن تبقى مثلا ساعة أو ساعتين وهي تهز هذه الحركة دون أن تشعر بأي تعب، هي هادئة ومطمئنة ومرتاحة، سبحان الله. ولكن هذا الأمر يضمن لها الحماية من الشر، يضمن لها أن يعني لا يقترب منها أحد، ولكن عندما تريد أن تصطاد شيئا فإنها
تبقي ذيلها ساكنا، إذا أرادت اصطياد مثلا فأر تبقي ذيلها ساكنا من دون أي حركة لكي لا يتم اكتشافها من قبل الفريسة. وبالتالي أحبتي في الله، يعني انظروا إلى هذا التصميم الإبداعي، سبحان الله، هذه العظام المتراكبة بشكل دقيق جدا. يعني والله هذه اللوحة تحتاج إلى مهندس وليس إلى طبيعة عمياء صماء. أصلا الطبيعة غير موجودة، يعني ليست شيء ملموس. حتى أنا ذات مرة رجعت إلى معجم أكسفورد والموسوعة البريطانية وموسوعات كثيرة عالمية، وبحثت عن كلمة طبيعة، فرأيتهم يقولون الطبيعة هي مجموعة الكائنات الحية والنباتات وكذا وكذا وكذا. طيب أنت تقول إن الطبيعة هي الكائنات الحية، ثم تقول إن الطبيعة هي التي أعطت هذا الشكل الدقيق لهذا الذيل. طيب أنا لم أفهم، يعني كيف الكائنات الحية تعطي الشكل؟ لذلك آخر شيء، يعني عندما نتأمل الأفلام الوثائقية اليوم نجدهم ماذا يقولون؟ يقولون هذه الأفعى طورت نفسها بنفسها عبر ملايين السنين لتتجنب الشر. وهذا كلام عبث وكلام فارغ، لأن أي مخلوق لا يستطيع أن يطور نفسه، هذا التطوير يحتاج إلى مهندس ذو خبرة، إلى هندسة دقيقة لتقوم بهذه الهندسة بهذا التصميم الرائع. لذلك أيها الأحبة، أنا لا أجد هنا إلا أن أتذكر معكم قول الحق تبارك وتعالى: بديع السماوات والأرض، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. والله أيها الأحبة، كل إنسان لديه عقل ويرى هذا التصميم الإبداعي الموجود من حولنا، لابد أن يؤمن بأن الله موجود وأنه هو الخالق عز وجل، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.